انت تعرف اني هاي اول مرة احكي ويا احد. اعرف حبيبتي، بس انا احس نفسي اعرفش من زمان. اي بس ما اعرف، اني اخاف. لا تخافين وانا موجود، انت كل حياتي روحي. يلا ماما هي قاعد تغدي. اي ماما جايه، بس دا راجع المحاضره ويا صديقتي. يلا روح روح، بعدين بالليل احكي وياك. راح انتظرك ام كيان. كيان منو؟ بنا حبيبتي، ترى انا من هسه مسمي بنا من الزواج، لو عندك غير اسم. شوف اقول لك، انا ما لي خلق حكي زايد. عندك يومين اريد 10 اوراق. شنو؟ مثل ما سمعتي، تجمعين تبوقين تبيعين ذهبك ذهب امك، ما لي علاقه. اريدهن، واذا ما تسويها تعرفين شو اسوي. شلوني ذهب باشا؟ هاي بس قلت لك هذا الوقت لو تعيش فيه مقطاط رجال ولا تعلم من استاذك. والله عم انت باشا وعلى راسي. كافي بعد، هذا كل اللي عندي، ما عندي شيء، بس امسح الصور الله يخليك. والله افكر، وعلى فكره يعني اذا خلصت فلوس شريت شنطتك. ما اريد منك شيء، بس عوفني بحالي. هاي ما لعوفك بحالك هاي انسيها، بس شوفي انا اقدر امسح كل الصور، بس بشرط. شنو؟ بيت مو بعيد منا، بس مو اليوم. باكر الساعة 5، إذا تأخرتي دقيقة واحدة اعتبر صورك كم أخوتي كم مهلك حتى على الصفحات العامة. شكد من حظ. تحددي لي مكان الملتقى. كرادة 905. تمام عزيزتي. Thank you.
الإحتجازات الداخلية جادة في ملاحقة هؤلاء مجرمي الفيسبوك والسوشيال ميديا، مجرمي الابتزاز الإلكتروني الذين يحاولون تهديم الأسرة العراقية. لدينا أبطال من الضباط والمنتسبين الذين يعملون ليل مع نهار في سبيل إحقاق الحق. أيها المبتز، أنت سوف تكون في قبضة العدالة والقانون عاجلاً أم آجلاً.